Five long straight carrying wires are parallel to the Z axis and each carries a current I in the positive Z direction. The wires each are a distance R from the Z axis, يعني من هنا R, R كلهم R. Two of the wires intersect the X direction at X equals R و X equals minus R. طبعا كلهم R كده، طبعا R بس بالماينس، ده كله R ولكن مكانهم. Another wire intersects the Y axis and X equals R اللي هو ده. One of the remaining wires دلوقتي قلنا تلاتة لسه اتنين intersects the Z equal zero plane at a point R تقسيم جذر اتنين و R تقسيم جذر اتنين، يعني كده وكده، يعني 45 درجة. المسافة دي R جذر اتنين وكده R، R على جذر اتنين و R على جذر اتنين. طبعا فيثاغورس يطلع ده R. The last remaining wire intersects Z equal zero plane at the point minus R تقسيم جذر اتنين مع R جذر اتنين هنا كده، وبرضو طبعا فيثاغورس ده R. Find the magnetic field on the Z axis عند النقطة دي لتمثل الـ Z axis، هنسميهم علشان الـ I واحد طير اهو، هيعمل بي واحد بالمنظر ده. طبعا كلهم نفس القيمة، كلهم نفس البعد وكلهم نفس التيار، فكده بي واحد ده لفوق فهيدور، لو سمينا ده I تو اهو، فعند النقطة دي هيطلع لفوق فبي اتنين. مرة تاني ده نزل لتحت، ده عكسه طلع لفوق. طيب بالنسبة للزد اهو، فهيجي عند بالنسبة للواي اي تلاتة، يبقى هيروح في اتجاه الاكس، يبقى ده بي تلاتة. بالنسبة لده اللي هو الرابع اي فور، طبعا كلهم يساوي اي كده، الزاوية دي 45 درجة طبعا عمودي، فالزاوية دي برضو 45 درجة نفس دي، فهيكون بي فور هنا اي خمسة كده، فهيروح في الاتجاه ده عمودي، هنا 45 هنا 45، 45 مع 45 دول 90، لازم هنا الزاوية عمودية، يبقى معنى كده الاتجاه ده بي خمسة. طيب دلوقتي عايزين نجيب المحصلة عند نقطة زد، عندنا كل دول، فنقول كده في اتجاه الاكس البي نت في اتجاه الاكس هيساوي البي نت في اتجاه الواي يساوي، وبعدين نجيب البي نت توتال في اتجاه الاكس هيكون بي تلاتة زائد بي أربعة كوساين 45 زائد بي خمسة كوساين 45. طبعا كلهم بي واحد يساوي بي اتنين يساوي بي تلاتة، بس أنا كتبت بالأرقام عشان نعرف مين اللي اتحلل معانا، يساوي بي أربعة يساوي بي خمسة يساوي بي، وبالتالي هيساوي بي في واحد زائد كوساين 45 اللي هو واحد على جذر اتنين، كوساين 45 واحد على جذر اتنين، اتنين على جذر اتنين يبقى جذر اتنين، خدت بي مشترك، ده زائد ده، ده زي ده زي ده، يبقى من هنا واحد وهنا اتنين على جذر اتنين اللي هو واحد زائد جذر اتنين. بالنسبة للبي واي، بي اتنين زائد بي خمسة ساين 45 ناقص بي واحد ناقص بي أربعة ساين 45، كلهم متساويين، ده يضيع ده وده يضيع ده يساوي زيرو. إذا البي نت عبارة عن بي
اللي هو ميو نوت على 2 باي فاي على ار، ده البي في 1 زائد جذر 2.